مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، الانطلاقه لشوطنا السابع بعون من الله تعالى وتوفيقه. سابع اشواط صباح هذا اليوم خصص هنا للقاية لبكارة، ايضا لابناء القبائل في هذا الانطلاق والتحدي والاثارة. مشاهدينا الكرام، وهنا نفتتح الصدارة لمسافة 3 كيلومترات والشاهينية سيد حمد بن راشد بن غدير منتقلم على الصدارة وعلى المركز الاول، قيادة في المركز الثاني سيد مسري بن حمد بن مسري بالعرض من تاتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الشاهينية هنا من تاتينا لسيد سالم بن ذيب السبوسي على المركز الثالث في هذا الانطلاق والتحدي. المركز الرابع هملولة لمحمد بن حسين بن جرحب من تاتي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس هنا تاتي بهذه الانطلاقة والتحدي الشاهينية مطر بن سعيد بن حلوة من تاتينا خامسا، وفي المركز السادس الشاهينية لسيد محمد بن سعيد بن عبيد بن مروشد من تنطلق بهذا الأداء الجميل والعرض المميز. وهنا ايضا قدوم من الحذرة لحسن بن غليطة لغفلي والمراكز الاخرى قادمة، ولكن نعود عند الشاهينية من غيرت على الصدارة، غيرت على المقدمة وعلى المركز الاول مع ابو علي، مع ابو علي سالم بن الذيب السبوسي من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. هذا الشعار معودنا بسلامات لاهالي اجميرة، وهو يعود للمنافسة من جديد في هذا الانطلاق والتحدي والاثارة. المركز الثاني قيادة لمسري بن حمد بن مسري بالعرض، وهملولة لسيد محمد بن حسين بن جرحب من تاتينا ثالثا، وصلت الشاهينية لعبيد بن سعيد بن منانة قادمة ايضا بهذه اللحظات والحذرة. هنا من تنطلق على المركز الخامس الحسن بن عبد الله بن غليطة لغفلي، والقدوم ايضا من الشاهينية لعبيد بن سعيد بن منانة قادمة في هذه اللحظات، ولكن هنا الصدارة، هنا التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة على الصدارة على المركز الاول من قبل الشاهينية لعبيد بن سعيد بن منانة من غيرت على الصدارة على المركز الاول. الشاهينية في المركز الثاني ايضا لعبيد بن سعيد بن منانة في هذه اللحظات من غيرت على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث ايضا ودوم في هذه اللحظات، هنا انا اسمح لي بسميها الزاهية، من وصلت في هذه اللحظات على المركز الثالث لعبيد بن سعيد بن منانة ايضا قادمة. ما شاء الله ثلاثية جميلة، ما شاء الله على هذا الاداء الجميل والثلاثية الجميلة بهذا الانطلاق. اذا ثلاثية بن منانة على المقدمة وعلى المراكز الثلاث الاولى. المركز الرابع الحذرة هنا سيد حسن بن عبد الله بن غليطة لغفلي، وصل بو علي هنا مع الظبي عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة ايضا قادم مع الظبي في هذه اللحظات، ولكن هنا صدارة، هنا المقدمة والمركز الاول مع الشاهينية على صدارة هذا الشوط. السلام المركز الثاني الشاهينية، المركز الثالث الظبي، وهناك زاهية من الجانب الاخر بدأت تزهو بالصدارة، تزهو بالمقدمة، تزهو بالمركز الاول والنقطة الثالثة. سلام زعبيل ثلاثي ما شاء الله، الاول والثاني والثالث لعبيد بن سعيد بن انا، رابعا للسيد عبد الله بن خلفان الرفيسة، خامسا لسيد حسن بن عبد الله بن غليطة لغفلي. والتوقيت الزمني الذي سجل في هذا الانطلاق 4:45. تهانينا والناموس لسيد عبيد بن سعيد بن منانة على هذا الاداء الجميل.